مساء الخير يا باشا. ازيك يا سيف باشا؟ ازي ما عليك. اتفضل. ايه الاخبار؟ كله تمام. كله تمام؟ تمام. بقول لك ايه يا باشا؟ انت اللي بتابع الواد ده؟ اه ده عنصر ناشط عندنا. بس ده يسار يا باشا. انا عارف انه يسار. انا استغربت ان معاليك طلبت ملفه. يعني قلت لا يكون قلب جماعات اسلاميه من ورانا ولا حاجه. لا انا بسال عنه عشان حاجه تانية خالص. خدمه كده لحد حبيبي يعني. اتقدم لاخته عاد صاحبي. هو الواد ده اتقدم لاخته الدكتور شامل؟ انا فاكر ان الموضوع يعني كان هزار وهيعدي. ايه ده؟ ده انتوا صاحيين ما شاء الله. تمام. حاجة تفرح والله. طب مش سيادتك كنت طلبت مني انا الموضوع ده كنت قمت بيه يعني بدل ما معليك تعطل نفسك. اصل بص راجية دي انا اللي مربيها يعني ممكن تقول كده تخصنا اكتر ما تخص اخوها. فقلت يعني ان انا اشوف ملف بنفسي. على فكرة الواد ده كان مشرفنا هنا من كام يوم. هنا؟ سيادتك سمعت عن قضية الرئيس بتاعت رشيد؟ اه طلعت في شنك دي مالها؟ الوادي اللي كان اتمسك فيها ده طلع اخوك كبير. الواد ده له ملف عندنا هنا؟ ليه ملف في مصر؟ لانه كان بيدرس في هندسه القاهره. ما شاء الله. دول مقسمين نفسهم بقى. الوالد في رشيد وكل ولد في حته. حاجة تفرح والله. معليك تؤمر بشيء تاني؟ لا ما نستغناش. بس طبعا لو احتجت حاجة هطلب. أنا تحت الأمر. الله يخليك. على إذن معليك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمال بنتك فين؟ هتكون فين يعني؟ في أوضتها الجديدة. برضو إحنا مش هنخلص من الموال الأزرق ده. ها؟ سمعاني يا بنت الكلب. خلاص هانت. والحمام هيرجع لأصحابه تاني. ما أنا قلت لك وسع الحمام القديم أنت اللي مرضتش. حمام إيه وليه أنت رخ؟ بنتك جاي لها عريس النهارده المغربيه. الف مبروك يا عروسه. مش هقابله يابا، مش هقابل عرسان انا، قابله انت. عليا النعمه وانا ما قابل احد. والنبي والنبي لا تهدي خلقك. اهدى يا اخويا. سيبيني اكسر عليها الباب واجرجرها من شعرها. تكسر الباب ده ايه؟ الله ما تهدى امال. لزو ما يلمع المصاريف دي كلها. ها؟ وبعدين انا ما بحبش ادخل صناعيه البيت عندنا خالص. وكلها شويه وهتطلع بعد كده بره. هي حره. لكن هتقابليه ورجلك فوق رقبتك سبعة. مش هقابله يابا، حرام عليك انت بتعمل فيا كده ليه؟ اولعك في نفسي عشان ترتاح. لو تضمني تموتي ابعت لك الجاز والكبريت، لكن انت نحس هتتحرقي على الفاضي وتشحططينا وراك عند الدكاتره. حرام عليك انت بتعمل فيا كده ليه؟ خلاص يا اخوي خش انت بس اوضتك استريح وانا ههديها. خش يا اخوي ربنا يهديك. يلا يا اخوي. شيري شيري يا حبيبتي. اوعي يا بنت تعيطي يا بنت ولا تصرخي. اوعي يا بنت، لا سلام وقول من رب الرحيم يا بنت تتلبسي وساعتها اللي هتنفعي محمود ولا غيره. بس بقى يا اما يا بنت يا ريتني ما كنت جبت سيرته. يا شيرين عشان خاطري يا بنت. اوعي يا بنت تعيطي عشان خاطر ربك. بس لا يا رب 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 يا
انا في القطر اصلي اول يوم شغل. الله يخليك يا عم، انت عامله ايه؟ اصل في فرح في القطر يا عم. هو مالك؟ خلاص يا عم الكارت هيخلص، سلميني على الحاج. خلاص يا عم، حاضر يا عم. يا عم الكارت بيخلص، خلص خلص الكارت يا عم. أهلاً أهلاً. يا مرحب. يا مرحب بيك يا عم. يا أختي العروس أخرت ليه؟ لا ما تأخرتش ولا حاجة. أنت عارفة بقى العرايس وكسوفهم، بتحط بس شوية مكياج ولو إنها حلوة وزي القمر. أهي جت أهي. اتفضلي يا عروسة، عادي ما تكسفيش، عادي عادي يا بت عادي. بس محدش يتكلم هيسمعوكوا. لا لا لا، حد يجيهم ما تأذوهوش. لا لا لا، ماشيين دلوقتي. وفي ايه يا حاجه؟ في ايه؟ شفتي يا اختي؟ شفتي اخر قعدتك في الحمام والعياط والصوات فيه؟ اديك اتلبست يا بنت الموكوسه، البنت اتلبست يا خوت. مين قاعد ليه؟ استني بس يا حاجه، دي بتستعبط. عفريت ايه؟ انت ست مؤمنه. قول له انا العفريت يا اخويا، انت مش شايف بنتك عامله ايه؟ احنا مش ناقصين. يلا يا موكوس، يلا بختك المايل ده. بخت ابنك زي الفل، البت دي بتستهبل، اصلها متعلقه بواد ابن كلب وعارفه ما تتجوز غيره. بس انا مش مكسوف على نفسك وانت بتقول الكلام ده، بقى بنتك متعلقه بواد ابن كلب وعايز تدبسها لابن انا. لا لا لا، انت فهمتني غلط. انا هفهمك الموضوع، انا بنت زي الفل، اصل انا هفهمك الموضوع. فهمني انا فاهمك. اوعى. استني بس. اوعى يا حاجه، استني يا حاجه. يا حاجة استنينا شوية. والله يا ست استني بس يا حاجة، استني بس. حرام يا بنتي، افتحي الباب يا بنتي الكلب. ما تلبسيش يا اخويا وخلاص. يا استاذ كامل، انتوا حاطين كاميرات في القطر ولا ايه؟ انا داخل على بورسعيد اهو، كنت بفكر بس اروح اكل لقمه قبل ما اجي. خلاص يا استاذ كامل. طيب انا جاي لك في الطريق، في الحفظ وصون الفلوس. سلام. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ يخرب عليك يا مناسب، ده انت طلعت عور يا جدع. مش قلت لك مش هتفوت عليه الحكايه يا كامل؟ عور ايه؟ ده اي اهبل درجه ثالثه لو مكاني كان خد باله. المهم انت ليه ما صرحتنيش؟ ها؟ طب افرض كنت اتمسكت، كان هيبقى شكل ايه قصاد البوليس وهو بيطلع شرايط الفياجرا اللي معايا؟ امال احنا اخترناك ليه يا معلم؟ وبنركبك قطورات ليه؟ مش عشان نبعدك عن اللجان وما تقعش في المواقف الصعبه دي؟ بص يا محمود، انا كان ممكن اصرحك من الاول، بس انا خفت تقول لاختك وتخلي منظري وحش، رغم ان انا كنت متاكد انك مش هتقول لها، والا كنت قلت لها على موضوع الشقه. حبيت اختبر ذكائك واشوف هتنشف دماغك ولا هتمشي معانا بما يرضي الله. وهو يرضي ربنا انك تديني مرتب زي اللي قلت هتديهوني؟ ها؟ انت المفروض تديني عموله على الشغل اللي بوصله للناس، والمفروض كمان تديني بدل مخاطر. المفروض ان ده هيبقى اسلوبك. اسلوبي؟ ده انت بقيت استاذ الاساليب يا جدع. شفت؟ الواد بيحب وعايز يتجوز وبيجمع المهر وقال لك بدل مخاطر. انت بتهرب سلاح يا محمود، ده كلها فياجرا وسيالس بنقف بقى جنب الناس الغلابه المرهقين. الحياه صعبه ولازم نقف جنب الغلابه واقفه جامده. تصدق انا فعلا ملاحظ عليك الارهاق بقالك كذا سنه، ها؟ وهو لولا ان انا عارف انها ادويه كنت رضيت ان اكمل معاك، كنت بلغت عنك البوليس. ايه حبوب، ايه يا ابو حنف، اسلوبك ما بقاش حلو كده ليه؟ سيبه كامل، سيبه اخويا، الحق حق. صدق وامن، لولا انني متاكد انها ادويه أنا كنت بلغت عننا البوليس. محمود 10% عمولة. 10% من كام؟ يعني أنت بتبيع بكام عشان أعرف عمولتي قد إيه؟ أوبا. العض بدأ. بص يا حودة، هي 10% من اللي بعته ربنا، وكل اللي بعته ربنا حلو. أنت تروح تاخد شاور كده وتدلع نفسك وتنام عشان بكرة عندك جدول مزحوم، وطالما بقى بنلعب على المكشوف زود له الشغل بكرة كامل. ايه رأيك في أسلوبي؟ ألو؟ ها يا عيشة؟
معاكي محمود ملك الكبده. مال صوتك عايش؟ امتى ده حصل؟ طب انت فين دلوقتي؟ ايوه عنوان بيتكو فين يعني؟ عيشه وحياه ابوك مش وقت هزار. زرزره؟ بقولك ايه والنبي يا كابتن؟ ما تعرفش بيت عم رجب البنبوتي فين؟ ده موز ده؟ اه الله هات الكيس. طب ما تاخد البرتقال شكله لسه ما استواش. خلص. طب امسك يا عم مش عايزين فاكهه خالص. تعبيط يا ابني. تعبيط يا ابني. فيه فيه تعبيط يالا. خلاص يا عم بتوعي يا عم الدور التاني. اطلع على النادي بس كده على عم رجب هشاور لك من فوق بالعكاز. اه طلع موز. طلع اخلص طلع موزة قشرها قشرها كلها على بق واحد اخلص ازاي طيب كلها على بق واحد اخلص هات خد افتح بقك ياض افتح بقك شايف القشرة دي اشوفك بتشقلب عليها تعملش كده تاني يلا قول يا ابني شكل الواد هينده لنا ناس ولا ايه يا عم رجب عم رجب ما كانش له لازمه تتعب نفسك يا باشمهندس ده انا انقذتهم باعجوبه عندكم حته واد تحت ثبتني بمطوه كنت ايه ده هو مشهور قوي كده عندكم في المنطقه ولا ايه ده بدر اخويا دايما فضحنا سميت على اسم بدر رجب يمكن يطلع لعيب كره عدد ويفلح طلع فرده جزمه قديمه الحاج كان اكبر مشجع لنادي المريخ زمان الله ده كان فريق عظيم يا حاج يلا هو راح مع اللي راحوا طب حيث كده بقى يا حاج دي مطوه بدر خليها معاك ايه ده الفقر فهمت ليه قلت لك بلاش تيجي عشان ما تشوفش المناظر اللي شفتها ليه يعني ما احنا اولاد ناس غلابه برضو ولا انت فاهمه ايه عيني في عينك كده انا موافق بس بالنسبه للحاج البوليس يا حاج بالنسبه للبوليس مسك العيال ولا لسه بوليس انتهى بال يا ابني ولا ايه هو البوليس فضلنا اصلا لا مؤاخذه يا هندسه الحاج من عشمه يعني لا الحاج عنده حق ده انا لسه شايف شويه عيال عندكم تحت كانوا هيشرحوا بعض ولا كاننا في الصومال اللي زينا يا ابني يا ياخد حقه بدراعه يا فوض امره لله ونعمه بالله يا حاج ايوه بس العيال دي المفروض يبقى ليها كبير نعمل قاعدة عرب العيال دي تتجاب وتتأدب عشان مدت ايديها على واحدة ست عرب وكبير الكلام ده كان زمان يا ابني مش هلام السودة دي عيال البرشام لحس مخيه ما عادتش شايفة كبير من صغير ربنا يخرجنا منها على خير يا رب يا حاج لازم يبقى في حل معقول هنسيب العيال دي كده نعمل ايه حظنا كده الواد جوز بنت الكبيرة مدرس خلع مش فاضي غير للدروس ولا سائل في امنا وانا زي ما انت شايف حقي هجيبه بايدي بس اقوم لهم ولاد الورمه يعني ايه يا جماعه ما ينفعش الكلام ده خالص بقول لك ايه انا بكره هاخدك وهنطلع على المستشفى هنعمل تقرير وبعد كده اخد الحاج نطلع نعمل بلاغ في الاسم انا جوز اختي ليه معارف كتير قوي وهيخدمنا حاج العيال دي لازم تتجاب وتتادب معلش بقى سيب لنا الموضوع ده بصفتك ايه ان شاء الله بصفتي صديق العائله ولا ايه عيب كده يا حاج الراجل جاي يعمل الواجب ما يصحش كده واجبه فوق راسنا من فوق بس انا نحب نفهم كويس اللي قدامي ميته ايه بالظبط مش وقته الكلام ده الله لا يسيئك لا عايشه الحاج عنده حق انا ابن بلد وعارف اللي فيها الف سلامه عليك يا عايشه ابقي طمنيني عليكي ولو رساله على الموبايل ها ده طبعا بعد اذن الحاج رايح فين اشرب الشاي ما يصحش كده لا انا طمنت عليكي خلاص السلام عليكم استنى يا ابني اوصلك لحد بره المنطقه لبش لحسن تحصل مصيبه ونشيل ذنبك لا مش هيحصل حاجه ايدك معايا مش عايزين نتعبك بس يا حاج يا معين
انت عايز ايه من بنتي يا باش مهندس؟ بالظبط كده. ولا حاجة يا حاج، انا كنت جاي اطمن عليها مش اكتر. انا بفهم في الاصول على فكرة. بس كده؟ ايوه بس كده يا حاج. كل اللي حصل ان انا لقيت العيال ملمومين عليها في المينا فوقفت جنبها، هو ده اللي حصل. بقول لك ايه، انا بنتي مش حملك ومش حمل اي حد. انت فاكر ان مش سهل عليا ان انا اقعد في البيت وهي تنزل تشتغل مكاني؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا حاج، بس هو ده اللي حصل. فاهمك يا ابني فاهمك. أنست ونورت. الله يخليك يا حاج. ربنا يصلح حالك وحالنا يا ابني. أمين يا رب العالمين. طريقك من هنا. السلام عليكم يا حاج. مع السلامة. مع السلامة. اوعى يكون ابويا قال لك كلام يزعلك. ابويا راجل طيب، بس انت فاهم بقى، بيتنا كان منور بيك. بشكرك. ما تكدبش عليا يا محمود، الواد سيد اللي على النص بتاع مكنه التصوير قال لي انت صورت عنده ثلاث حاجات، واحد شهاده المؤهل، واثنين شهاده الجيش، وثلاثه الباسبور. كده بقى في نيه سفر تاني. يا نهار ابوك اسود، انت بتجسس عليا يا بت؟ ها مجنده الواد بتاع مكنه التصوير؟ طب والله يا شيرين لاكون جايب لك دوره في المكنه دي دلوقتي. لا يا محمود، الواد ملوش ذنب، حرام عليك. احنا كنا واقفين بنتكلم الكلام جنب بعض، عم قال لي لو النبي هتستسكي عليا انا يا بت؟ انت مجنده الواد بتاع التصوير ده عشان عارفه ان انا بصور عنده الورق بتاعي، عشان مش حرامي بيصور الورقه ب 75 قرش. قلت اربط معاه واعرف اخبار محمود. جنتي مين تاني؟ اوعى تكوني جنتي بتاع المكتبه وقال لك ان اخدت من عنده الصبح ثلاث اظرف كبار. نهارك اسود يا محمود، ثلاث اظرف؟ يعني انت كده مقدم في ثلاث سفارات. محمود انت مش وعدتني انت مش هتفكر في السفر تاني؟ انا ما وعدتكيش بحاجه. نعم يا اخويا، ما وعدتنيش بايه؟ مشوار اسكندريه اللي جينا منه امبارح ده كان ايه؟ واللي قلت لي في المنتزه؟ هتسيح لنا في الحاره، انا بتكلم على موضوع السفر، انا ما وعدتكيش بحاجه في موضوع السفر. لا وعدتني يا محمود. تكونش بتسكتني عشان ما اتكلمش معاك في الموضوع ده تاني؟ عرفت ليه بحبك. طب ايه رايك يا محمود؟ والله العظيم ما انا ساكته، ولو ما جيتش لحد عندي في البيت وقطعت الورق تحت رجليا وحرقته مش هتشوف وشي تاني العمر كله. نعم يا اختي، اجيب الورق احرقه تحت رجليكي واغني السلام الوطني ووطى بوس ارض الوطن. ليه؟ ام المصريين؟ انت كمان بتتريق. ما تتريقش ليه؟ احنا حالتنا غيرها. تقطع الورقه، انت عارفه الورقه ده كلفني كام؟ هيكون اغلى عندك من زعل يا محمود. يا بنت وانت ايه اللي زعلك بس؟ هو ايه اللي يزعلني؟ بتقولي هسافر وتمشي وتسيبني، اعيش انا من غيرك ازاي؟ وتعيشي معايا ازاي اصلا؟ شيرين انا عايز اسافر اي بلد يا بنتي، اجيب قرشين نتلم بيهم في اي خرابه زوجيه، ده زلقناها في الزمن الاخبر ده. يا حبيبي بكره تكسب القضيه ان شاء الله ويعينوك في الكليه ونعيش مع بعض من غير ما تتغرب. اهو لحد بقى مكسب القضيه ويعينوني في الكليه سيبيني، واوعدك هجيب لك كل ورق السفارات نولع فيه في الشارع ونقعد نلف حواليه زي الهنود الحمر. برضه بتسكتني يا محمود. طب ايه رايك بقى يا ابن الناس، السفريه دي كوم وانا كوم تاني بقى. يعني ايه يا شيرين؟ يعني انت لو سافرت يا ابن الناس يبقى بتخسرني للابد. الله يخرب بيت الاغاني اللي بوظت مخك يا بنت. اخسرك ليه بس؟ وانا مسافر عشان مين؟ مش عشانك. طب وانا ايه اللي يضمن لي بقى ان انت اول ما تسافر هناك تلاقي بنت احلى مني تقوم لايف عليها وتتجوزها زي ما كل ما بيعمل؟ ده على اساس ان بنات بره مستنيني في المطار نايمين جنب السير مستنيين محمود عبد الناصر يوصل عشان يقع في غرامه. اتجننت يا بت؟ اه يا محمود انا اتجننت، وانا قلت لك الكلام اللي عندي، انت هتعيش هنا معايا وهناكلها بدقه.
الله يخرب بيت الدقه اللي جننت بنات مصر الا ما فيكوا واحده دقتها. انت عارفه الدقه دي لو كلتيها 3 ايام بس هتجيب لك تسمم، مش بقيت توقع لك شعرك. حابه تعيشي قرعة ده شيء يرجع لك. اه يا محمود حابه اعيش قرعة، وانا قلت لك الكلام اللي عندي وخلاص. جرايه يا بت بتتكلمي عدل، انت بتهدديني ولا ايه؟ ابا هددك يا محمود، انا خلاص مات الكلام. مات الكلام؟ كم مره قلت لك ما تحفظيش الكلام اللي بيتكتب على ظهر التكاتك. ماشي يا شيرين. حاسب يا ابني انت ليه مصاب شنطتك كده؟ ده ممكن تتلطش في ثانيه. ربنا يخليك يا باشا، بركه فيكوا بقى، ما انتوا حمايتنا. ايه حمايه؟ ده انت لو حد سرقك هنا هنجيبه ازاي؟ اصحى لحاجتك. حاضر. الشنطه دي فيها ايه؟ مستحضرات تجميل، شويه حاجات كده بنبيعها للصيدليات. مندوب مبيعات يعني؟ ربنا يعينك. انا ابني برضه اتخرج من سنتين وما لقاش شغلانه اشتغلها، فسرح بشويه مقصات وسكاكين. يعني ربنا يكون في عونكم يا ابني في الايام السودة دي. اللي اقولها اخويا يعني معكش اي حاجه اشتريها لبنتي لحسن مكتوب كتابها يعني اشتري لها حاجه؟ لا والله غصب عني يا باشا، اصل الحاجه كلها ملفوفه في كراتين يعني عشان ابيعها للصيدليات. وبعدين بقى عايز اقول لك ان مستحضرات التجميل دي وحشه، مش حلوه للبشره يعني، بتجيب امراض. امراض؟ اه. طب حاسب اخويا بقى بالامراض بتاعتك دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امراض الراجل اتأخر ليه؟ انت مش قلت لي زمانه على وصول؟ وبعدين بقى يا ست ان الله مع الصابرين. هو بمزاجي تلاقيه اتأخر في القطر. انا لسه مكلم الرئيس بتاعه في بورسعيد، قال انه شيك عليه وقال انه خلاص داخل علينا. اهدي كده. ها اهدي. اهدى ايه بس يا عم؟ انا مش قلت لك قبل كده تبقى تشيل حاجتي عشان اما اجي الاقيها على طول؟ ما انت ما دفعتيش عشان احجزها لك، اديتها لزبون تاني. يعني يرضيكي حالي يوقف؟ طب خلاص خلاص، يعني انت عايز تقنعني انك مش مدكن حاجه كده لدماغك في اي حته؟ اعوذ بالله، انا ماليش في البلاوي دي، ربنا يتوب عليكي منها. يا راجل. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. مش حضرتك الاستاذ محمود برضو؟ ان شاء الله. جيت في وقتك قبل ما بسلامتها تعمل لي فضيحه في الصيدليه. خلصني، بقول لك مش قادره خلاص. حاضر حاضر، مش لما اقفل باب الصيدليه عشان استلم الحاجه والراجل. خد حقك وخلصني، بقول لك خلاص مش قادره، دماغك تتفتك. خلاص خلاص، اقفي عند الباب وربنا يستر. مش وقت الكلام ده، هاته انا همصعب معرفتي. هتاخديه كله؟
بخزره بمعرفتي عشان ما تزلش ليك. طيب طالما معاكي تمنه يبقى براحتك. ايه ده يا بنتي؟ انا مش جواهرجي. في ايدك ده ساوي اكتر من تم الحبوب دي بكتير. خده ومش هتندم. ما فوق لك بس هنبقى نتحاسب. بس يعني بس ايه؟ خليك حلو وما تخلينيش علي صوتي. قسما عظما لو طلع فالصو لكون فضحك فضحت القطط يا بنت الكلب يا شمامة. شمامة ايه بس يا عم الحاج؟ هي بتطحن الفياجرا وبتشمها ولا ايه؟ هو في دماغ جديدة نزلت في البلد واحنا ما نعرفهاش؟ بتفهم في الذهب يا عم؟ ذهب ايه بس؟ انا سامعك تقول فياجرا ومش عارف. هو في فياجرا حريمي؟ في ايه بالظبط؟ فياجرا حريمي ايه؟ انت هتستعبط. بقول لك ايه؟ معلش انا كل اسئلتي هتبقى عبيطة، استحملني شوية. هو ايه اللي جوه العلب دي بالظبط؟ غريبة. ده كامل قال لي انك نسيب شافع بيه. ايه؟ هو مرتفق ولا ايه؟ يا نهار اسود على ده زمان. تحرص على حاجتك، ده احنا في ايام ما يعلم بيها الا ربنا. ربنا يعوض عليك. ابو حنف، تعالى ابو حنف، انت جيت من شغل بدري ليه؟ تعالى فهمني. انطق. شافع فين؟ شافع ايه يا جدع؟ ما اعرفش عنه حاجه. انطق بدل ما انفخ اكتر ما انت منفخ. شافع فين يا جدع؟ ما اعرفش عنه حاجه يا جدع. في ايه؟ ماشي بس انا كلامي مش معاك، انا كلامي مع الكلب اللي مشغلك. اوعى. وقت يبقى مقفول في التليفون ده اللي اخدنا من شغل القرايب وصلاة الرحم. افتح يا شافع، افتح، انا عارف انك جوه. افتح لحسن والله هعمل لك فضيحه عمرك ما شفتها. ايه افتح اللي جايبك الساعه دي؟ في ايه الدخله ده محمود؟ ما ده ده مخدرات يا شافع. ده محمود بتخلينا بيع مخدرات؟ ايه محمود بتاكل اختي من فلوس المخدرات؟ اهدى يا جدع. عايز تضيعني؟ ها؟ عايز تضيعني يا ابو نسب؟ محمود محمود خلينا ابيع مخدرات. طولت ليه يا بيبي؟ ده انا بردت خالص. ايه ده انت بتندرب؟ طب لما تخلص يبقى صحيني من النوم بقى. طب استنضف يا معفن، هم دول اللي بتخون اختي عشانهم؟ ما تظلمنيش يا محمود، دي ظروف يا جدع. انا ذوق انضف كده بكتير، بس دي اللي لقيتها النهارده. بتشيل لي مخدرات يا شافع؟ بتخليني الف على الصيدلات مخدرات؟ ما تهدى بقى يا جدع، ما تهدى بقى واسمعني. في ايه داخل بسترك وطايح؟ ما تهمد، مش مخدرات يا اخي، مش مخدرات، ده حبوب مخدره مسكنه منشطه بتبسط العالم. انت بس اللي واخدها على صدرك، لا اعطيني فرصه صرحك ولا فهمك. في ايه مهلك؟ اهدى بقى محمود. هتسيب يا جدع واخويا اللي تطلبه دلوقتي وايمانات المسلمين النسبه اللي انت عايزها واكتر منها، بس على شرط اللي انت شفته يفضل سر بيني وبينك يا ابو نسب. هو ايه اللي سر بيني وبينك؟ تضيعني. سر بيني وبينك؟ اهدى يا جدع، اهدى يا محمود. ضيعني يا شافع. مخدرات. ايه ده؟ في ايه؟ مالكم؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ التحيه، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا جايبه سمك وقلت نتغدى مع بعض ونقعد شويه على السطوح. في ايه يا محمود؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فهموني. اصلني كنت بدرب محمود على المصارعه
انت عارفيني طبعا في المصارعه، بس ايه طلع في المصارعه عبد الكلب بجد يعني. ايه يا خالو انت كنت بتضرب بابا ليه؟ لا يا حبيبتي احنا كنا بنهزر. بتهزروا بجد يا محمود ولا في ايه بالظبط؟ اه تحيه سوء تفاهم وراح لحاله خلاص. بص بقى ما دام انضربت يا مش هينفع نكمل. ايه ده مين دول؟ ايه دي مين دي؟ هو ايه اصله ده؟ انت بتسخطي ليه؟ تسخط ليه يا زباله يا واطيه؟ اطلعي بره، اطلعي بره يا رزده. انا اجيب لك بوليس الاداب لوست بيتي وشرف. اطلعي بره بره غرف داهيه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. حد فيكم رد عليا؟ مين دي وبتعمل ايه هنا؟ ايه يا ماما الحكايه باينه دي فاتت ليه؟ ليه ازاي ده احنا في عز النهار؟ لما تكبر هفهمك. بس يا بنت انتي وهو. يلا خد اخوك واطلعوا على فوق، اطلعوا على السطوح، انا جاي وراكوا. يلا يلا حبيبي نسمع كلام ماما، نسمع كلام ماما حبيبي. انتوا الاثنين دلوقتي تفهموني ايه اللي بيحصل هنا، والا والله هتلاقوني وقعت من طولي قدامكم دلوقتي. في ايه؟ الف سلامة عليك يا شيخ الله حليم ستار. انا هقول لك كل حاجه اختي وريح قلبك. استغفر الله العظيم كنت قاعد تعبان في الشغل وحبيت اريح شويه، ما رضيتش اروح البيت، قلت مش هرتاح من دوشه العيال. جيت هنا ولسه بغير هدومي وهنام وسمعت استغفر الله العظيم ضحكه واطيه واطيه. خرجت لقيت الاستاذ جايب الزباله اللي انت شفتيها دي، جايبها في بيتنا، في بيتنا يا تحيه. الاستاذ اللي كان لازم يروح يستدالي في الشغل لحد ما اروح له عشان اوزع عليه شغل بكره، لا جاي البيت يرتاح. وطبعا عشان يرتاح ما يدخلش بايده فاضيه. عاتبته قلت له عيب كده يا محمود ما يصحش كده، وحصل اللي حصل. ده حصل يا محمود؟ رد عليا، انت عملت كده يا اخويا؟ رد عليا يا محمود انت عملت كده؟ اللي حصل بقى تحية ساعة شيطان. ايوه هي ساعة الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص ساعة شيطان وراحت لحالها اخويا وعمرها ما هترجع تاني. اسكت انت يا شافع بكلم اخويا. ما انا هقول لك بس. اسكت انت يا محمود، يطلع منك كل ده؟ انت يا اخويا ده انت متربي تعمل كده في بيت اختك وتعمل كده في جوز اختك اللي فتح لك بيته وشغلك معاه؟ ليه ده كان هيخليك دراعه اليمين، ده كان عايز يقف جنبك العمر كله. ليه يا محمود؟ طب قول لي انه ما حصلش وانا هصدقك، بس رد عليا يا محمود انت عملت كده؟ زي ما قلت لك يا تحيه ساعة شيطان. تحيه ركزي بقى معايا يا اختي، شهوه. انا برضو كنت عشتها لحظات الشقاوه دي واحنا شباب وطايشين، بس اول ما ربنا اكرمني بقتح الحمد لله صنتها وعشت لها. وانت ربنا يكرمك بكره تتجوز بنت الحلال وتصونها وتعيش لها يا اخويا. تحيه احنا لازم نتجوز محمود. ان شاء الله. يا محمود تتجوز يا حبيبي ونفرح بيك. امال ايه؟ ما انت كبرت بقى كفايه كده، وبعد كده مفيش الكلام ده تاني خالص. انت يا حبيبي متربي وابن ناس، وانا وحياه غلاوتك عندي من بكره هجيب لك احلى واجمل عروسه ببورسعيد كلها. مش كده يا محمود؟ محمود انت رايح فين؟ استنى يا اخويا، انت بتتفرج عليا ما تروح تجيبه. ما تهدي بقى انت كمان، في ايه؟ مش حاسه بيه؟ الراجل في ازمه نفسيه، شاف ولاد اخته قدامه في الفضيحه اللي انت شايفاها دي، مش قادر يلم اعصابه، نزل يفك عن نفسه شويه. عيب عيب حس باخوكي. يا ساتر الله حليم ستار يا شيخه. Thank you.
يسترك زي ما سترت علي. مش هنسالك الجميل ده ابو نسب، اطلب عن يدهم لك اصيل اردها لك في مزنق. وحشني وكان نفسي اسمع صوتك طول اليوم. انا رايحه للدكتور وهخلص كمان ساعه، نفسي اشوفك وعاوزه اتكلم معاك.